سؤال بقى كده ايه دمه خفيف. احنا برنامجنا هنا بنعمل حاجات تضحك وكده، قولي. فانا عارفه ان في علاقه وطيده بين الاكل وبين المود، صح؟ ده حقيقي. عايزه بقى الاكلات اللي بتحفز هرمون السعاده. بصي، اهم حاجه ان احنا نكون فاهمين جسمنا عامل ازاي. هو عباره عن سيستم فيه هرمونات كتير قوي، كل الاكل اللي احنا بناكله بيأثر على الهرمونات اللي في جسمنا، منهم هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده، السعاده والانشكاح طبعا. فاحنا عايزين الاكل اللي بيحفزه. الاكل اللي بيحفزه الموز، المكسرات، الموز بالذات المكسرات. انا دلوقتي عرفت ليه الناس كلها بتحب الموز. ايوه، الشوكولاته الغامقه اللي هي دارك شوكليت، فيها الدارك شوكليت بالذات اللي فيها 70% كاكاو خام. الكاكاو خام ده مهم جدا ان هو بيحسن المود وبيحسن افراز هرمون السيروتونين كمان. فل جدا. الشوفان وحبوب القمح الكامله والزبادي، في ميكس كده بقوله دايما علشان مش ناكل ونعيط، لا ناكل ونضحك. ونضحك، ايوه. في ميكس دايما بقوله للكلاينت عندي على طول، ان احنا لو حطينا موز على شوفان على زبادي على العسل، ده هيديكي احساس بالشبع وفي نفس الوقت هيعلي هرمون السيروتونين، فتحسي ان انت مبسوطه وشبعانه في نفس الوقت. بصي، هي احلى حاجه ان الحاجات دي كلها متوفره في اي بيت، وامكانياتنا ان احنا نجيبها. امكانياتنا نجيبها بالظبط. يعني هو حاجات متوفره وموجوده عند كل الناس، ومصادرها ان احنا نشتريها دي متوفره في الاسواق وفي كل حته اهو. فعشان نمشي كده ايه، بنضحك في اول السنه كده ومتفائلين. طيب بالنسبه بقى للبنات، عشان خاطر البنات بقى يعني حاجه بقى للبشره تفضل نضره، واحنا عايزين حاجات طبيعيه تكون اللي هي مضادات اكسده وفي نفس الوقت بتحفز الكولاجين، عشان بالزبط. ما نحتاجش ناخد بقى ادويه ولا بالزبط. الحاجات اللي هي كيميكالز العاليه كده يعني. طيب بص، اهم حاجه في موضوع البشره ده، عشان انا بشوف بنات كتير قوي بتقعد تاخد سبلمنتس وكل حاجه وتنسى اهم حاجه، شرب الميه. شرب الميه ده مهم شرب جدا. شرب الميه، لان الكلام ده مش اشاعات. ده حقيقه فعلا. الميه سر وراء بشره صافيه، بتقلل من ظهور التجاعيد وبتحفز ان هو يعني يبقى فيه نضاره للبشره. وبلس ان احنا المفروض نشوف الاكلات اللي بتحفز انتاج الكولاجين في الجلد، زي الفيتامين اي، مصادر الدهون الصحيه مفيده جدا، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، بذور الشيا والكتان، الافوكادو والسلمون والتونه والاسماك البحريه كلها مفيده جدا كمصدر لفيتامين اي. كمان فيتامين اي مهم جدا، اي حاجه لونها اورنج اللي هي عشان ماده البيتا كاروتين، زي أوكي. الجزر والبطاطا وكمان قرع العسل، الحاجات دي مفيده جدا، وفلفل الوان والطماطم يعني. طيب في عرض بقى حضرتك بتقدميه يومين دول، هو هيفيد كل البنات. ايوه ده حقيقي. الدكتوره عامله جلسات بتنزل فيها الدهون بطريقه جديده، وانا هو على الهوا اهو قدامها. اللي هتواصل معايا عن طريق البرنامج هياخد اوفر قد ايه يا دكتور؟ 50% احنا 50% حته واحده. ايوه ده مناسبه، 50% كامله. اوكي، اللي هيتواصل معاها عن طريق البرنامج. الكورس اسمه ايه؟ بصي، دي جلسات جهاز الهايفم، ده بيشتغل على الدهون الموضعيه اللي هي مش بتنزل ولا بدايت، بيبقى فيه دهون كده مضايقانه في منطقه البطن او الارداف، ده بيشتغل على الدهون دي.